لو الحكاية فيها إن فيجو. والد الشهيد خالد، ماذا عن مطالب أسر شهداء 25 يناير؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن هي المطالب مشروعة ومطالب بسيطة جدا، وهي ببساطة جدا وبوساطة شديدة عدل ربنا يتطبق في الأرض. مع العلم إن احنا عارفين ده صعب جدا، صعب على الشعب المصري إنه يطبق شرع ربنا، لأن لو قلنا نطبق شرع ربنا بقينا إخوان، وإحنا مش عايزين نبقى إخوان، إحنا عايزين نبقى ناس متفتحة، ناس متحضرة بتخاف على البلد دي، بتحب البلد دي زي ما إحنا بنخاف عليها وبنحبها، فعايزين الناس كلها تخاف عليها وتحبها. فبس بنطلب من الناس ذو سلطة في البلد دي أو في الدولة دي يطالبهم أو يقدرهم يحاولهم يجيبوا حقوق الناس دي، وهي حقوق بسيطة جدا. دم الشهداء اللي راح مصاب زي مصاب، معلش لحد النهاردة يعني لا متجوز ولا متنال على عينه، ومعلش يعني أكاد يكون بعد شهرين ثلاثة يبات في الشارع مش لاقي مأوى، حاجات بسيطة يتعالج أضعف الإيمان، يعني حاجات بسيطة، احنا مش طالبين حاجة تاني. أما عن حقوق الشهداء يعني احنا طالبين عدل ربنا يتطبق في الأرض، وعدل ربنا قال ايه؟ من قتل يقتل، بس مش بايدينا بقى، هم قتلوا بايديهم وقتل غدر، احنا بقى ما بنقتلش لان احنا ايدينا نظيفة مش ملوثة بالدماء، احنا سايبين عدل ربنا ده يطبقوه الناس ذو سلطة، القيادات بتاعت الدولة اللي بتقول عليهم، اللي هم بيقولوا على نفسهم ان احنا ايدينا شريفة وايدينا عفيفة وايدينا طاهرة وايدينا نظيفة، احنا سايبين بقى حقنا وحق اولادنا ليهم هم، اذا كانت ايديهم نظيفة وشريفة وعفيفة زي ما هم بقولهم ينفذوا عدل ربنا في الارض. مع العلم ان ده شيء فات اوانه، لان الناس دي خدت براءات ولا يملك اي بشر في الدنيا النهاردة ان هو يحاكمه تاني، لان لو اتحاكم تاني ممكن يرفع علينا احنا قضايا، ده للأسف الشديد اللي محدش شديد سيعرفه، او اكاد تكون فين معلومة وصلت للبشر او وصلت للناس او وصلت لاحد اهالي شهداء زي حالاتي مثلا، بس مش مستوعب بيقول ازاي، يعني هو بعقلانية كده يعني يقول لك ازاي ابقى والد شهيد واتحبس؟ ازاي تتحبس؟ ما هو النهاردة عشان انا انتهم واحد زي عصمت رياض مدير امن دمياط، مدير امن دمياط ويطلع منها براءة، ما هو بمنتهى البساطة ممكن يرفع عليها تعويض، يرفع قضية عليها تعويض، رد شرف، رد اعتبار، دي بسيطة مش صعبة. ولكن احنا فوضنا بيننا وبين الناس دي ربنا.